يلي سمعناه اليوم يلي بيركز فيه على دور مريم. ومرات كثيرة طريقة الفهم لهالإنجيل عم بتكون غلط، مشان هيك رح نحاول أنا وياكم إنه نفهم الرب يسوع شو بيريد إنه يقلنا من خلال هالإنجيل. يا هل ترى يسوع كان بالكلام اللي عم بيقوله ضد مريم أو مع مريم؟ ومش بس هون، لأنه بمحلات تانية منشوف إنه يسوع، يعني لما كانت بعرس قانا الجليل بيقول لها مالي ولك يا امرأة، كمان يسوع لما كان على خشبة الصليب بيقول لها يا امرأة هذا هو ابنك، ما قال لها يا أمي، ما قال لها يا مربيتي، قال لها يا امرأة. وهون منشوف إنه يسوع لما قالوا له اجت لعندك امك واخوتك، قال لهم امي واخوتي هن يلي بيسمعوا كلمة الله وبيعملوا بهالكلمة هاي. فإذا هون في عنا سؤالين بدنا نطرحه. السؤال الأول، شو يعني إخوة يسوع؟ لما منقول إخوة يسوع، لأنه كتار هن الأشخاص يلي بيقولوا إنه مريم تزوجت من بعد يسوع وصار في عندها أولاد، وخاصة البروتستانت وشهود يهوى وغيره من الأشخاص يلي بيقولوا إنه مريم كان في عندها أولاد غير يسوع. شو المقصود هوني بهالإنجيل لما بيقولوا إخوة يسوع؟ على أيام يسوع ابن العم وابن العمة وابن الخال وابن الخالة، هودي كانوا يسموهن خيّة. ونحن لحديث اليوم بعدنا منقول لا ابن عمي ولا ابن عمتي، خيّة. ما في قرابة دموية بتجمعنا نحن وياه، إنما هالقرابة منسميها نحن أخوة. نحن بين بعضنا منسمي بعضنا إخوة، إخوة بالروح، لأنه كليتنا نحن معمدين بيسوع المسيح. هيدا الكلام اللي عم بتقوله يا أبونا ما بيقنع، بدنا أكثر. طيب بروح أنا وياكم للعهد القديم. للعهد القديم بيقلنا الكتاب المقدس إنه إبراهيم وخيه لوط. بس بالحقيقة لوط ما كان خيه لإبراهيم، لوط كان ابن خيه لإبراهيم. بس الكتاب المقدس بيقول إبراهيم وخيه لوط. فإذا هيدا أكبر دلالة حتى يقولوا لنا إنه هالقرايب اللزم كانوا يسموهن إخوة. كمان أعطينا أكثر، إنه هيدي ما بتكفي. بيقول الكتاب المقدس إنه وكانت عند صليب يسوع بإنجيل يوحنا أمه وأخت أمه مريم التي لكلوبة. يعني كان عند صليب يسوع أمه يلي هي مريم وأخت أمه مريم. طب كيف؟ إنه كيف هي اسمها مريم وإختها اسمها مريم؟ ما حدا بيسمي الأولاد كليتهم بنفس الاسم. اليوم صار الدرجة عندنا جورج جونيور بيسمي ابنه على اسمه، بس ما حدا بالتاريخ سمى أولاده بنفس الاسم، إنه جورج واحد وجورج اثنين وجورج ثلاثة. فإذا هذا أكبر دليل إنه مريم امرأة كلوبة كانت بتقرب مريم أم يسوع وكانت موجودة معها عند الصليب. فإذا هون نحن تأكدنا إنه كل الأشخاص يلي هن بقرابة هالأشخاص هودي يلي بيجمعهم بتجمعهم القرابة وليس الدم. الشغلة الثانية يلي هي كمان بتطرح علامة استفهام، ليش يسوع قال لمريم يا امرأة؟ وليش هون يسوع قال أمي وإخوتي هم يلي بيسمعوا كلمة الله؟ أول شيء بناخذ كلمة امرأة. إذا برجع أنا وياكم للعهد القديم منشوف إنه من بعد ما ربنا خلق آدم بيقول الكتاب إنه بينيموا لآدم، ومن بعد ما آدم ينام من ضلع آدم ربنا بيكون حواء. شو بيقول آدم؟ آدم بيقول هذه تدعى امرأة.
لأنها من امرئ أخذت. فإذا سمى حواء امرأة، حواء يلي معناتها أم كل حي، سميها امرأة لأنها من امرئ أخذت. وكلنا منعرف قصة آدم وحواء والخطية يلي وقعوا فيها، ونتيجة الخطية كانت الموت. فإذا ربنا يلي هو إله كله رحمة ويلي هو إله كله حنان، رفض أنه يترك الإنسان بحالة الموت، ودى ابنه يسوع من بعد ما ودى الأنبياء ومن بعد ما ودى الرسل، بيودي ابنه يسوع حتى يخلص الإنسان وينقل الإنسان من حالة الخطية إلى حالة الموت. ومن هون منشوف الصورة يلي بتشبه بعضها. يعني منشوف بالعهد القديم بإن الكتاب المقدس أنه ربنا لما كونوا لآدم جبل تراب، هالأرض كانت أرض عذراء، ونفخ فيها الروح وكان آدم. نرجع منشوف الصورة هي ذاتها لما الملاك بيجي لعند مريم بيقول لها الروح القدس يحل فيك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود منك يدعى ابن الله. مثل ما آدم كان من أرض عذراء، يسوع ولد من أحشاء امرأة عذراء. ومثل ما حواء الأولى سميها آدم امرأة، منشوف أنه يسوع المسيح عم يعطي مريم، عم يعطيها لقب الامرأة الأولى. يعني مثل ما أنه الامرأة الأولى معها دخلت الخطية، نحن محتاجين إلى امرأة ثانية يلي هي حواء، يلي الجديدة يلي هي مريم، يلي رح بتكون عم تقبل بقولها كلمة نعم يلي قالتها، عم بتقله نعم للرب، أنا رح أنا أمة للرب فليكن لي بحسب قولك. عم نشوف هون كيف بلش مخطط الله الخلاصي مع النعم يلي قالتها مريم. فإذا انطلاقا من هون، مريم يلي هي حواء الجديدة، يلي هي الامرأة، هي أم كل حي جديد معمد باسم يسوع المسيح وبقلب الكنيسة. مشان هيك يسوع قال لها يا امرأة، عم يعطيها اللقب تبعو لها. هون لما منقول فإذا يسوع عم بيكرم مريم، ولولا يسوع ما بده يكرمها لمريم ما كان عمل أول أعجوبة، لأنه شو بيقول لها؟ لم تأتي ساعتي بعد، إنه ساعتي بعد ما إجت، إنما من أجل عينيك، من أجل طلبك أنا رح أعمل أول أعجوبة، حتى لولا إنه وقتي لم يأتي بعد. مشان هيك نحن في عنا شفاعة مريم، شفاعة مريم، وكليتنا منجي لعند مريم، ومريم موجودة بكل بيوتنا، وكل ما يوقع ولد منصرخ يا عذراء، وما في بيت من بيوتنا ما بيحمل اسم مريم، وما في بيت من بيوتنا مش حامل صورة مريم. فإذا مريم في إلى دور كتير مهم بحياتنا، وهالدور هو دور الشفاعة. هوني لما يسوع بيقول إن أمي وإخوتي هم الذين يعملون كلمة الله، هوني عم نشوف إنه يسوع بالعكس عم يرفعها لمريم. ليش؟ لأنه مريم قالت نعم، بعكس حواء الأولى يلي قالت لا، وباللأ يلي قالتها حواء دخلت الخطية على حياة البشر، وبالنعم يلي قالتها مريم دخلت النعمة على حياة البشر، ودخلت النعمة لإلها. النعمة لإلها، شو هي النعم يلي أخذتها مريم؟ أول نعمة أخذتها مريم إنه هي تكون أم الله، ثاني نعمة أخذتها مريم إنه هي تكون أم البشر، وهالبشر هيدا بيتمثل بيوحنا لما بيقول لها هذا هو ابنك. فإذا يوحنا بيشبه كل واحد منا، يوحنا بيشبه كل واحد منا، فإذا مريم استحقت إنه تكون هي الامرأة الجديدة وحواء الجديدة، كذلك الأمر مريم كانت أول بيت إربان متنقل. لما حملت يسوع بأحشاء لوين راحت؟ راحت لعند إليصابات، راحت لعند إليصابات، حملت البشارة لعند إليصابات. مريم هي تابوت العهد الجديد يلي حملت كلمة الله بأحشائها. وغيرها من النعم الكتيرة يلي نالتها مريم، وأهم نعمة إنه هي صارت أم الله وأم الكنيسة يلي بتسهر علينا ويلي نحن منحبها هالقد. مشان هيك مريم هي بتشبه كل أم من أماتنا. مريم
هي الأم السماوية يلي كليتنا منلتجي لإلها، إنما بنفس الوقت مريم عم بتدلنا على كل أم من أماتنا يلي نحن مرات كثيرة بيمرق الوقت وبيمرق الزمن، وأماتنا بيكبروا بالعمر ومنبطل نفكر فيهم. ليش؟ لأنه نحن انشغلنا، لأنه نحن صار في عنا شغلات كثير مهمة بحياتنا، وياما في أشخاص بيفتكروا حالهم صاروا هني أهم، ببطلوا يطلعوا بأمهم، ببطلوا يطلعوا ببيهم، لأنه هني افتكروا حالهم أنه يمكن صاروا بيستحوا فيهم قدام رفقاتهم، لأنه ما عادوا مثل ما كانوا، لأنه في تغيرات كثيرة صارت بحياتهم. مشان هيك مريم اليوم عم بتدلنا لاحترام يسوع لإله، وبنفس الوقت عم بتقول لكل واحد منا هيك ويجب انك تحترم امك. حتى انهي انا وياكم، رح خبركم شو بتفكر فيه الام بس ما بتقوله. الام لما تكبر شو هو الشيء يلي بتفكر فيه بس ما بتقوله؟ يلي لما بتكبر الام يلي بتفكر فيه بس ما بتقوله بيبقى بقلبها، بشتاق قديش بشتاق اسمع كلمة شكرا من دمكن. يلي ما بتقوله الام لما تكبر بس بيبقى بقلبها، بحب لما اكبر بالعمر تجوا لعندي حاملين شي بحبه وما تحسسوني باهتمامكم فيي انه شفقة، انما عن حب من بعد كل هالسنين. يلي ما بتقوله الأم لما تكبر بس بيبقى بقلبها، الظاهر جيتوا لعندي تتحكوا على التليفون أو تتحكوا بين بعضكن، يمكن حديثي ما عاد يعجبكن أو ما في عندكن شي تقولوا لي هو. يلي ما بتقوله الأم لما تكبر بس بيبقى بقلبها، مني ولد تتعلموني شو لازم أعمل وشو لازم أتصرف وكيف لازم أحكي، أنا بحاجة لحبكن مني بحاجة لأوامركن. يلي ما بتقوله الأم لما تكبر بس بيبقى بقلبها، ما تصرخوا علي إذا قلت شي لنسوانكن أو ولادكن، مش قصدي أتدخل بس أوقات عاطفتي بتسبقني. يلي ما بتقوله الأم لما تكبر بس بيبقى بقلبها، بنبسط لما تكون زيارتكن مفاجأة لإلي، لما أكون وحدي عم خيط صوف لأولادكن أو عم بحضر تلفزيون بس حتى قطع وقت. يلي ما بتقوله الأم لما تكبر بس بيبقى بقلبها وبتشوفوا الدموع على عيونها، رح تفوتوا لعندي بوقت من الأوقات وكون صرت مش موجودة. إن شاء الله هالدرس يلي يسوع عم يعطينا إياه بعلاقته مع أمه مريم وباحترامه لأمه مريم يكون درس لكل واحد منا بعلاقتنا نحن مع أماتنا الأرضية، حتى علاقتنا تكون صح معهم، وبنفس الوقت لما علاقتي مع أمي بتكون صح علاقتي مع مريم بتكون صح. آمين. نؤمن بإله واحد.